أهلا بكم. خصصت بعثة ولاية حضر الربيع في السودان منحة قدرها 10 مليون يورو لتمويل مشروعات التعليم بولايتي جنوب كردفان ودارفور. وأكد مسؤول التعليم ببعثة ولاية حضر الربيع بالسودان إيفان بيرتو دعمهم المستمر لجهود وتطوير التعليم بجنوب كردفان. وأشار بيرتو عقب الاجتماع المشترك مع الحكومة والشركاء إلى أن زيارتهم لجنوب كردفان جاءت لمتابعة مستوى تنفيذ مشروع تحسين جودة التعليم بمحليتي أبو جبيهة والليري، بجانب الوقوف على الاحتياجات الأساسية للتعليم في المرحلة المقبلة. الغرض الأول متابعة جودة التعليم في ولاية جنوب كردفان ومتابعة المشروعات التي قاموا بتنفيذها في محليتي أبو جبيهة والليري، وفي نفس اللحظة دارين يشوفوا معانا خطتنا للمزيد من المشروعات التي تتعلق بجودة التعليم في المحليتين، إضافة إلى أن هذا المشروع حيمتد إلى نهاية نوفمبر 2020. من جانبه قال مسؤول التعليم ببعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان إيفان بيرتو إن منحة الاتحاد الأوروبي جاءت لتعزيز فرص التعليم بولايتي جنوب كردفان ودارفور بالتركيز على التعليم الأساسي في عدد من الأنشطة في مجال تحسين البيئة المدرسية بمدارس الولاية. زيارتهم الغرض منا تقييم تنفيذ المشروع في الفترة السابقة من 2017 إلى 2020، وعايزين برضو يبشروا الولاية بالمشاريع أو الدعم المستقبلي. الذكر قبل قليل 10 مليون يورو مقسمة على ولاية جنوب دارفور وجنوب كردفان دعما للتعليم في جنوب كردفان وبصورة خاصة التعليم الأساسي.